الطوارئ الصحية هو واحد الإطار قانوني كيمكن الحكومة باش يتخذ الإجراءات الضرورية باش نواجهو أي تهديد صحي، باش نواجهو الجائحة ونتخذوا القرارات. من بين القرارات الحجر الصحي. قسمنا المناطق إلى نوعين، تشمل 59 إقليم أو عمالة، والمنطقة الثانية رقم 2 هي مرحلة متحكم في الوباء ولكن جزئيا، وهي تضم 16 إقليم وعمالة.